بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. بالسند المتصل الإمام مالك رحمه الله تعالى قال في كتاب الموطأ كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذي. باب الوضوء من المذي، أنه المراد أن من خرج منه المذي فإنه يتوضأ والعمل في التطهر من ذلك. والمذي يقال المذي بفتح الميم وإسكان الزال مخففة، وقيل يقال أيضا المذي بفتح الميم وكسر الزال مع تشديد الياء، وهو ماء رقيق شفاف يميل إلى الصخرة يخرج بالإنسان عند بداية مداعبة زوجته أو عند التذكار أو عند ابتداء شهوة أو نظر أو فكر. هذا هو المذي. ويوجد الودي ويقال الودي، ويخرج بعد البول خلاف المذي فيخرج قبل البول، والودي أو الودي بعد البول يخرج قطعا بيضاء ثخين. وأما المني فيخرج عند الجماع أو الاحتلام. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه. القصة هذه يحكيها أو واقع علي رضي الله عنه، واقع علي فجاء الحديث عن علي، وجاء أنه أرسل المقداد بن الأسود، وجاء أنه أرسل عمار بن ياسر، وكل أتاه بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي، يعني علي يبين عذره في أنه ليس هو الذي يسأل: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي الحديث أن الإنسان يستطيع إذا وقعت له مسألة أن يوكل أو ينيب غيره ليسأل. وفيه أيضا أن الإنسان يحترم أصهاره. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكلم علي رضي الله عنه، لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فاستحيا أن يسأل في مثل هذه المسائل، وهذا من احترام وتقدير الأصهار. قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أستحيي أن أسأله. قال المقداد في بعض الروايات أن عمار، والجمع أن علي أرسل هذا وهذا، فجاءه المقداد أول بالسؤال بالجواب: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سأله يا رسول الله ماذا يفعل من يخرج منه المذي، فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء. النضح هو الرش، لكن جاء في روايات كثيرة فليغسل، وهذا الذي وقع عليه الاتفاق ولا خلاف في ذلك. والنضح في اللغة يطلق على الغسل، يقال نضح كذا بمعنى غسله، ويقال نضح كذا بمعنى رشه. فالنضح هنا جاء في روايات أنه الغسل، فيحمى على الغسل. نعم، إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة، وليتوضأ وضوءه للصلاة. فبالاتفاق أن المراد بالنضح والرش هنا الغسل، وبالاتفاق أنه يتوضأ للصلاة، لكن اختلفوا في المذي ما الذي يغسل منه. هل يغسل موضع الخروج رأس الذكر فقط كالبول، وهو قول بعض أهل العلم، أو يغسل الذكر كله العضو، وهو قول مالك وغيره من أهل العلم، أو أنه يغسل الذكر والأنثيين أيضا، وهو قول قال به طائفة من أهل العلم،
لورود ذلك في حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: فليغسل ذكره وأنثيه، لكن أعله بعض أهل العلم وضعف الحديث. فالأقوال ثلاثة: قيل يغسل موضع الخروج، لأن هذا هو الأصل في النجاسة، إذا أصابتك النجاسة في محل فإنك تخرج المحل، تغسل المحل، وإذا خرجت النجاسة من محل فإن الأدلة من نصوص الكتاب والسنة تدل على غسل محل النجاسة كالبول أو الغائط وغيره. فالمذي قالوا كذلك يغسل موضع النجاسة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليغسل ذكره، فليغسل ذكره، فظاهر الحديث يفيد أنه يغسل العضو كله، وهو قول مالك وغيره. وبعضهم قال يغسل الموضع فقط، وهناك من قال يغسل معه الأنثيين، فإن فعل احتياطا فذاك طيب. نعم. وقال عمر: فليغسل ذكره، فليغسل ذكره. نعم. وبخلاف الودي، لهذا قال مالك: المذي عندنا أشد من الودي، لأن الفرج عندنا يغسل من، لأن الفرج أي الذكر عندنا يغسل من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول، يعني يغسل الموضع، إذا خرج منه ودي غسل موضع الخروج فقط، بخلاف المذي فإنه يخرج يغسل العضو كله، فكان المذي أشد، فغسل موضع النجاسة لإزالة النجاسة والباقي أيضا تعبدا. ولا بد في المذي من استعمال الماء، لا يكفي الاستجمار بخلاف البول والغائط، فالاستجمار استعمال الحجارة أو ما في نوعها جاء في البول والغائط ليس في المذي. المذي لا بد من الماء، لا تكفي الحجارة، لأن أحاديث المذي جاء فيها كلها فليغسل، فليغسل. نعم. وعند مالك لا يغسل الأنثيين إلا إذا كان عليهما نجاسة، لكن بعض أهل العلم قال بذلك كما ذكرت. وقال مالك رحمه الله تعالى عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة أو الخزيرة، الخزيرة مثل الخزيرة وليس الخريزة، الخريزة. نعم. الخزيرة. ها؟ عندكم الخزيرة؟ لا. الخريزة. نعم. تقديم الراء على الزاي. تقديم الراء على الزاي. الخريزة يعني الجوهرة الصغيرة مثل الجمانة واللؤلؤة. يعني ينحجر معه. فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. عفوا. إيه نعم، هذا الأثر الثاني وهو يدل على ما سبق. ثم قال مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش. عياش عندكم العباس. عياش. ها؟ هذا هو الصحيح. أنه قال: سألت عبد الله ابن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك، أي ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة، وتوضأ وضوءك للصلاة. قال رحمه الله تعالى أي الإمام مالك: باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. قال رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي فأنصرف. فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي الصلاة. الباب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. قال ابن عبد البر أن هذا محمول على حال غير الصحة، لأنه بالاتفاق المذي يغسل ويتوضأ منه. فما المقصود الرخصة في ترك الوضوء من المذي؟ أي إذا كان يسيل معه كثيرا مثل كثرة البول وكثرة الريح، يعني صار صاحب سلس، صار صاحب سلس، هذا السلس
فكلام سعيد بن المسيب في من يجري معه هذا، يعني يقول خروج المذي ككثرة البول وكثرة الريح لا تمنعك من الصلاة، لا تمنعك من الصلاة. فباتفاق علماء المسلمين أن المذي يغسل، وهي سنة، يعني قال ابن عبد البر مجمع عليها بلا خلاف. قال فلما صح الإجماع لم يبقى في الرخصة إلا أن تحمل على من كثر من معه الخروج، يعني خروج مذي حالة مرض وعلة. فقول سعيد بن سيف هنا يحمل على ذلك، وهذا يسمى المستنكح، أي كثر معه خروج المذي أو خروج البول أو الريح. حاله كحال المستحاضة التي يسير معها الدم ولا يتوقف. نعم، هذا مقصود لو سال على فخذي، يعني كثر وسال ما صرفت حتى أقضي صلاتي، فالمراد لو كثر وفحش. ثم قال مالك عن الصلت بن زيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه، أي لا تنشغل به، أي لا تنشغل به، وهو محمول على ما سبق، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.